في مسألة الصلاة المبتورة التي يقولون عنها لا تصلوا الصلاة المبتورة، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصلاة على آل البيت. نعم. هو بالنسبة عندنا أهل السنة يصلون على آل البيت. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد يدخل فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصلاة على الصحابة أيضا، يعني ورد في هذا النصوص كثيرة جدا. فنحن نصلي على كل أهل الفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم أهل البيت، يعني ليس بيننا وبين أهل البيت أي عداء، بل نعلي من قدرهم. أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، ونحن أولى الناس بهم. هم يشنعون على أهل البيت ويفسدون على أهل البيت عقائدهم، ويفسدون اتباعهم، ويفسدون حبهم بسبب شقشقتهم في الخرافات التي يذيعونها وينشرونها بين الناس. نعم، بارك الله فيكم. إذن إذا قال أحدنا اللهم صل على محمد، هل فيها خطأ إطلاقا؟ اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد وأصحاب محمد. نعم. اللهم صل على آل بني أوفى. نعم. اللهم صل على فلان. نعم. يعني يجوز هذا؟ نعم. بارك الله فيك. أن هذا الحديث حديث متواتر وهكذا. نعم. أولا المتر الكثرة. الكثرة بمعنى الخبر هذا جاء عن كثرة، ولكن يعني بالنسبة للأمور الشرعية فنحن نأخذ ديننا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فإن جاءنا الخبر الثابت من الصحابي الثقة ورواه عن الصحابي الثقة تابعي الثقة ثم انتقل بالثقات، هذا يعد أوتر التواتر. نعم. إذ هم جميعا ثقات، والخبر يختلف من حال إلى حال. فعندنا البخاري رحمه الله تعالى في أول حديث البخاري روى حديث إنما العمل بالنيات، وهو من طريق فرد. نعم. وهو يعني من أعلى درجات الصحة. وقضية تقسيم إلى تواتر ومشهور وأحد، هذا تقسيم في القرن الرابع تقريبا أو بداية القرن الخامس لما دخل علم الكلام وقسموا، يعني يقول لك هذا حديث متواتر، هذا مشهور، هذا أحد، حتى إن بدأ بعض المبتدعة يقول نأخذ بالأحاد في العقيدة إلى غير هذا الأشياء. نعم. لكن الخبر الثابت عندنا القوة بالنسبة للزوم المسلم أن يتبعه. نعم. فالتواتر معناها جمع. نعم. تحديده بقى بعشرة بعشرين بثمانين بمية بكف، هذا يعني موجود. لكن عندنا إذا ثبت الشخص ثقة هو أفضل من مليون غير ثقة. نعم. وعند النصارى مثلا، النصارى عندهم يعني في تواتر إن الآن النصارى يقولون بألوهية عيسى عليه السلام. نعم. أو إن الله ثالث ثلاثة. نعم. ورغم ذلك هذا تواتر مبتور. نعم. لا نؤمن به إطلاقا ولا بغير. إذن التواتر هو جمع عن جمع. نعم، بارك الله فيكم. علي من إيران، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا علي. الله. أخي الكريم في حضرة الشيخ ذكر. نعم. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، سألته وحدة أنه هل يجوز أن نصلي عليه الصلاة البتراء بدون آله؟ جوابها جواب أنه نصلي على أصحابه، وفي أحاديث كثيرة ما عندنا أي حديث في قرن النبي بالأصحاب، طلع لنا إياه. أنا أردت أن أعرف لي ولو حديث واحد في البخاري في أمر به قرن أصحابي. شيخ علي. شيخ علي. قرن الأصحاب. شيخ علي. فبأجيبه. نعم نعم، هو الشيخ علي الكوراني، فارفعوا الصوت ونستمع إلى ما تقول. تفضل شيخ. على أي حال عندي ملاحظتين على كلام الشيخ، سمعت هذه الفقرة منه. تفضل. أولا بالنسبة إلى صلاة البتراء. نعم. سألت وحده هل يجوز أن نقول اللهم صل على محمد وحده وما نذكر آله؟ هذه بالنص الصريح والحديث التعليمي في البخاري أنه محمد وآله معه، فإذا حذف الآل ظلم له، إضافة غيرهم مطرحهم ظلم آخر، فإذا كيف هو يقول لا يجوز؟ هذه واحدة. قرن أصحابه به ليس فيها ولا رواية ولا حديث، كل فيها حديث كثيرة. إذا وحدهم شيء آخر، وحدهم اللهم صل على أبي أوفى، صل على زيد، صل على عمر، نعم، لكن نحطهم مع النبي، قرن الصحابة في النبي الألباني بيعترف ما فيها ولا حديث. هذه نقطة. نقطة ثانية، تعريفه للمتواتر تعريف يخالف تعريف كل علماء الحديث. المتواتر هو الذي نقله عدة رواة أو صحابة بحيث لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. هو يقول الصحابي الواحد إذا نقل حديث فهو متواتر،
هذا مليون متواتر أو مهم أو مدح فيه كثير. يعني حديث الآحاد هذا حديث آحاد. نعم سماحة الشيخ عندك تقسيم جديد. سماحة الشيخ يسألك عن تعريف المتواتر. سماحة الشيخ خليك نعم لا سماحة الشيخ تسمح لي. نعم شكرا. يعني أنا سعيد جدا أن تتواصل معنا على هذه الشاشة، وأحسب أن لدينا برامج يمتد وقتها لساعتين، من الممكن أن يكون فيها مناظرة ومن الممكن أن يكون فيها نقاش. أنا أجيب الجزئية، هو سقط الجزئية مهمة جدا. نعم إن شاء الله نجيب، أصل هو الوقت 10 دقائق ولا أريد أن نفقد هذه الفرصة، يعني فرصة أنه معنا. حتى لا يسيء فهم، أنا ما قصدت الذي نعم. أنا قصدت كلام عام. تفضل شيخ. ما شاء الله. بالنسبة لكلام الشيخ، يعني جزاه الله خيرا، لم يثبت إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، هذا نعم. موجود في البخاري ومسلم، وهذا الذي عليه أهل السنة. نعم. ولكن قصدت بأن الصلاة فقط على النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل على المنع إطلاقا. يعني بيصلم يعني ذكر هذا يعني موجود. بالنسبة لقضية تقسيم السنة إلى متواتر ومشهور أو متواتر وأحاد، لم يثبت قبل القرن الرابع، ويأتيني بدليل واحد الشيخ، هذا محدث دخل من علم الكلام، وأول من قال به الخطيب البغدادي ولم يسبق إلى هذا، وتناقله بعض علماء الحديث، فهذه الجزئية وهذا كلام مستفيض. فالذي أردت أقول يعني رد على كلام الأخ السابق أنه يقول بأن هذه صلاة مبتورة، قلت لا، لو قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج نعم ولا يأثم فيها. تسمح لي شيخي، سماحة الشيخ علي الكوراني معي، شكرا لكم. معي لا أنا أستأذنك في شيء، يعني إخواني ينتظرون سماحة الشيخ في الكنترول، نأخذ رقم الهاتف ونتواصل معك علنا نصل إلى كلمة سواء. أخي الكريم رقمي، شكرا. نعم شكرا. رقمي عندكم. نعم ما في شهر رمضان وأعطيكم يا محمود جابر، وتليفوناتكم نعم. علينا مقفلة. لا إطلاقا لم يحدث شيخي، كنتم العرعور يشتم ويتكلم ويكذب علينا طول شهر رمضان وما تسمحوا بالتليفون. تفضل شيخ. الآن إذا تسمحوا بالتليفون شيخ. أيها الشيخ الفاضل، أنا جلست في اليمن مع كثير من الأفاضل من الزيدية والشيعة، والله ما في قلبي إلا للغالي فقط، ونحسبك من أهل العلم، ولذلك أسأل الله ربنا يجعل وقت ونتواصل سويا إن شاء الله، لأن في أنا ما قصدت تأصيل مسألة علمية مبتورة، إنما يعني أردت أن الأمر يكون فيه شيء من الساعة كما يقول إخواننا الشيعة أنه هذه صلاة مبتورة ولا يجوز. نعم لكن من باب الأدب إقامة نعم الأمر. نعم أما سماحة الشيخ، لو أن رقم سماحة الشيخ علي الكوراني كان معي ما طلبته، فأرجو أن تتواصل مع إخواني، هم ينتظرون سماحة الشيخ يأخذون الرقم، وهذه فرصة أن نستمع إلى آرائك وأن نطلع على فكرك وأن نتحاور وأن نتبادل الآراء، وفي النهاية يستفيد إخواننا في كل مكان، وندعو الله أن يهدي الجميع. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، الله نسأل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. الشكر موصول لكم جميعا، نتواصل معكم في كل برامجنا، لا نغلق خطوطنا على أحد أبدا، الدليل واقع أمامكم. يعني اتصل في هذه الحلقة من الشيعة عدد ربما يساوي أو يقترب من عدد السنة، هدفنا دائما أن نصل إلى نقطة التقاء، أن تتوحد الآراء، أن نصل إلى طريق سوي، إلى كلمة سواء. بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.